يا ساحر المقلتين والجيد وقاتلي منك بالمواعيد توعدني الوصل ثم تخلفني ويلا يا من خلفك موعود أبو سبيل. كلنا في هذه الدار عابر سبيل، نعبرها إلى دار البقاء. أصبت يا رجل، هل تريد أن تنزل عندنا هنا؟ نستطيع أن نستضيفك هنا لمدة 3 أيام فقط، فالدار ممتلئة كما ترى. لا لا يا أخي، بارك الله بك. هل تأتيكم هبات الخليفة؟ طبعاً، ولولا عطيات أمير المؤمنين لأغلقت هذه الدار. إنها يا أخي عطيات من الله، وليس لأحد منة في ذلك. لما لا نشكر من كان سبباً بذلك؟ هذه صدقة من رجل عابر لأهل السبيل. بارك الله بك يا سيدي، ما اسمك حتى نسجل هذه الهبة باسمك؟ سجلها باسمي عابر سبيل، فأنا عابر سبيل. السلام عليكم.
وعليكم السلام. جرار 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 يا سيدي، جرار متقنة الصنع، جرار 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 متقنة الصنع، جرار 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 جرار. هذا الذي يطرق مسامعنا طيلة اليوم. جرار جرار يا سيدي، جرار. سأصرفه من هذا المكان. جرار. إنه يوقر أذني. جرار 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 يا سيدي. أنت ألا تتوقف عن الصراخ؟ يجب أن تغير مكانك من هنا يا هذا. أعتذر، لم أقصد إزعاجكما، إنما أحاول أن أحصل على رزقي. كلنا نفعل ذلك، فالحياة قاسية ولا ترحم أحدا. بكم هذه الجرة؟ بدرهمين. أعطني واحدة. منذ متى وأنت هنا؟ لم يمض علي وقت طويل يا سيدتي. ومن أين أتيت؟ أتيت من البصرة يا سيدتي. اسمي سيرين. سيرين ولست بسيدة، أنا جارية. وما اسمك؟ أحمد، اسمي يا عبد الله. هو بينكم وليس موجودا، يراكم ولا ترون. لا تنسهم يا صاحب الصولجان، فهم منك وأنت منهم. يا صاحب الصولجان، لا تنسهم، فهم منك وأنت منهم. هو بينكم وليس موجودا، هو بينكم وليس موجودا، يراكم ولا ترونه. لا تنسهم يا صاحب الصولجان، فهم منك وأنت منهم. هو بينكم وليس موجودا، يا صاحب الصولجان، لا تنسهم، فهم منك وأنت منهم. أيعقل أن تتحول السيرين القوية الشرسة إلى فتاة حنونة طيبة؟ لا أفهم ما تقصدين. ما قصتك يا سيرين؟ ليست هناك قصة، كل ما في الأمر أني رأيت فيه بعضا مني، رجلا يكافح من أجل البقاء، ورأيت في عينيه حسنا عميقا. هناك شيء جذبني إليه. ورأيت كل ذلك بهذه السرعة؟ إيفيان اذهبي، أريد أن أبقى وحيدة. أمرك غريب يا شريف.
أبعد كل هذا الصد من إيفيان؟ قلبك ما زال يحبها؟ أكاد أجن يا ماهان، لا أدري لماذا ترفضني. انسى أمرها يا شريف، انسى أمرها، لا تجعل قلبك المحب يفقدك كرامتك ورجولتك. لست أنا من أفقد رجولتي لأجل امرأة، فلتذهب إيفيان إلى الجحيم. هذا شريط الذي أعرف وأحب، هيا بنا. أبا الفضل، زد من أعطيات دار السبيل ولا تدع أحدا يأتي بغداد إلا واستزاد من زاد الله وشرب وسقى دابته، كل هذا على نفقة الله ومما أعطانا الله. إياك يا أبا الفضل أن يعبر أحد بغداد ويخرج منها جائعا. تغمدك الله برحمته يا عصمة. انصرف. ماذا تفعل هنا؟ ألم أطلب منك ألا تغادر مجلس أبيك؟ لو كان بحاجة إلي لطلبني. هو ليس بحاجة إليك، أنت من تحتاجه. في مجلسه ستتعلم قوانين الحكم والسيادة، في مجلسه ستعرف كل صغيرة وكبيرة ويعلو شأنك بين الناس، فأنت خليفة بغداد القادم. قد تكونين على حق يا أماه، ولكن أخشى من تصرف قد يغضب أبي. لا يا ولدي لا، إن أباك يحبك ولن يغضب منك، لا تجعل خوفك يقيدك ويبعدك عن مجلسه. كن قويا، فلا يجلس على كرسي العرش إلا الأقوياء. وقد تم إيقافها يا مولاي. الفتنة في الشام نائمة، وإن تم إيقافها الآن فهي كدافن الجمر تحت الرماد، لابد أن تشتعل. صدقت يا مولاي، صدقت، كلما خمدت أوقظت بين هذا وذاك، صدقت. ليت لي قوسا أوتره فأرسله إلى الشام ليقتل من يوقظ الفتنة هناك. أنا قوسك يا أمير المؤمنين، سهمك الذي لا يخطئ وسيفك الذي لا يثلب. أنت لها يا جعفر، ولكن هل أنت قادر على الإصابة بدقة وأنت ما زلت مريضا؟ لقد عافاني الله يا أمير المؤمنين، وأنا لا أقبل أن أصيب إلا في القلب. وأنا في قلب القلب. أجاهز للمبارزة؟ أرواحنا فداء لأمير المؤمنين يا مولاتي. الحمد لله أن أبا الفضل كان بجانب مولانا وأنقذ حياته. أليس غريباً أن يحاول النيل من أمير المؤمنين مرتين متتاليتين وبزمن قصير؟ بل مرة واحدة يا مولاتي. ألم يكن أمير المؤمنين هو المقصود مما فعلته الجارية؟ المقصود كان ابني جعفر يا مولاتي. حسناً، سأسأل جعفر ماذا كانت تريد تلك الجارية من هارون. قلت لك لم يكن المقصود مولاي هارون، إنما هي جارية غيور أرادت الانتقام من جعفر.
لقد أطلت الغياب علي يا جعفر. كلي شوق إليك يا عمتي. اجلس. ما بك؟ لا شيء يا عمتي. إليك يا عمتي. الذي يؤرقك؟ ما زلت يا عمتي مبعدا عن شؤون الحكم، وليس لي من الأمر شيء. سأكلم الرشيد في أمرك. لا يا عمتي، لا تكلميه، فالرشيد لن يثق بي، ومم عمي الرشيد أعظم من أن يفكر بي. لا تقل هذا يا جعفر، فعمك الرشيد يحبك. أعلم هذا، ولكنه إلى الآن لم يأمر المأمون أن يكتب عهده للأمين، فكيف به أن يفكر بي وأنا ابن أخيه؟ سيكتب. دع عنك ذلك يا جعفر، أنا سأولي من يكلم الرشيد في أمرك. مولاتي، الرشيد سيبارز جعفر. مولاتي مولاتي مولاتي، ما بك يا ياقوتة؟ مولاي الرشيد سيبارز جعفر. أنت من سيبدأ يا جعفر؟ حسناً يا مولاي، حسناً، ولكني لن أترك لك مكاناً ترسل إليه سهمك. سأصيب القلب وأترك الباقي لك. أحسنت يا جعفر. أذرني يا مولاي، لم أترك مكانا لسهمك. إني آخذ مكاني بالقوة يا جعفر. بارك الله بك يا مولاي، بارك الله بك. إصابة دقيقة وموفقة، ابن المهدي لا يخطئ سهمه. لو أردتها وأنا مغمض عيني لأصبتها. مسرور، لا تدع أحدا يلحق بي. زبيدة! هارون! هارون ما بك؟ استدعي الطبيب حالا! اذهبي وأحضري الطبيب، وإياك أن تخبري أحدا.
هارون، ما الذي جرى؟ هل عاودك الألم القديم؟ ألم شديد جدا يا زبيدة. ويلي يا ويلي. أنت تحمل الأمور أكثر مما تحتمل. لما لا؟ ليس من عادة الرشيد أن لا يتغنى بالفوز. لقد مضى وتركنا على عجل. لقد حدث أمر غريب، حاولت اللحاق به كي أهنئه، فمنعني مسرور. إنها إحدى لاعبه، ثم أنه لا يستحق النصر، إنه لا يجيد الرمي ولا الإصابة، هو فقط يجيد الثرثرة. هناك شيء مريب. أيها الطبيب، أدرك هارون يا جبرائيل. ما الذي ألم بك يا مولاي؟ هيا هيا لنبدأ التدريب يا ذات الخال. لا رغبة لدي في الغناء. لماذا؟ فأنت تتقدمين بشكل رائع. أفعل كل ذلك كي أحظى باهتمام مولاي هارون، ولكن يبدو أن كل ما أفعله بلا جدوى، فلم يعد يطلبنا لجلساته. لكل شيء أوان يا ذات الخال، فإن مولانا يمر بأحداث منعته عن طلبنا، ولكنك تذكرين عندما رآك آخر مرة كيف أثنى عليك. ها؟ لقد أثنى علي، ولكن ما الفائدة من ذلك؟ فأنا لم أعد أراه. فائدة ذلك، ذلك سيجلب عليك النعم، سيجلب لك الفائدة. فإذا ما رضي الخليفة عن مغن أو مغنية، فإن ذلك يعني الحياة الرغد والعيش الهانئ، وإذا ما ملكت قلبه فإن أبواب السعد سوف تفتح لك. يا غبية، أتظن ذلك؟ هيا 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 لنعد للغناء، فإنه سيفتح لك بابا من أبواب الغنى والمال وأشياء أخرى. هيا هيا هيا. فكيف إذا سار المطي بنا شهرا، وما كنت أخشى مالكا أن يبيعني بشيء وإن أضحك
أنامله صفرا. ما العمل الآن يا جبرائيل؟ بطنه مصابة بالحمى. حمى؟ الحمى كالسام تصيب فجأة وقد بغتت. هل هناك ما تخفيه عني أيها الطبيب؟ أنا هنا يا مولاي، اطمئن. هارون، اطمئن يا مولاي، أنت بخير. ما هذا؟ تفوح من كنا رائحة القذارة. أين كنتم؟ أنتن الآن جوار في قصر مولانا الرشيد. هنا يجب أن تنسين حياتكن السابقة، وهنا العقاب شديد لمن لا تلتزم بالأوامر. يا لهذه الرائحة. مهاج، الجميع إلى الحمام. هيا هيا هيا. مقلتين والجيدي وقاتلي منك بالمواعيد. توعدني الوصل ثم تخلفني، ويلاي من خلفك موعودي. لقد دخل جناح زبيدة ولم يخرج إلى الآن. ألم تعرف ما الذي يجري؟ لا يا أبتي، لكنه لا يمكث في جناح زبيدة إلا إذا كان هناك أمر خطير، أو إن كان مريضاً. أيعقل أن يكون مريضاً ولا يريد إخبار أحد بمرضه؟ كل ذلك من تدبير زبيدة، هي صاحبة المصلحة في كتم مرضه. فلتراقب جناح زبيدة. شيخ الهاشمية يريد أن يراك يا مولاتي، فليدخل. عمّاه. قلت في نفسي إن الرشيد لا يمكن أن يشغله عن الحكم إلا أمر شديد. وعكة مفاجئة يا عمه. ما الذي ألم به؟ لقد كان قويا ومعافى. لا أعرف يا عمه، لا أعرف. ما الذي ألم به أيها الطبيب؟ إنها حمى شديدة. هل أصابته من قبل؟ أجل يا عمه، لقد أصابته من قبل، ولكنها لم تكن بهذه الشدة. سيشفى منها بإذن الله.
بإذن الله، ولكن إلى أن يشفى ماذا يجب علي أن أفعل؟ تعتذر منك مولاتي العباسة، لا تستطيع أن تأتي، فلديها ما يشغلها. الأسرار، وأكثر ما أخشى أن تنقلب الأمور رأساً على عقب. أرسل في طلبه فوراً. هل هناك خطب يا مولاي؟ أرسل وراءه في الحال، قل له أن أمه اشتاقت إليه. حالا يا مولاتي. يا ابن الربيع، هل سيخرج الرشيد لشؤون الحكم؟ وما أدراني أنا يا أبا الفضل. إلى أين أنت ذاهب؟ أنا هنا. ما حاله يا جبرائيل؟ لا تحسن إلى الآن يا مولاتي. مولاتي، مولاي أبو الفضل يسأل عن أمير المؤمنين. قولي له إن أمير المؤمنين مشغول الآن، وإياك أن تخبري أحدا أن مولاك الرشيد مريض، وإلا أرسلتك للنخاس. أمرك مولاتي. مولاتي، يقولون إن الرشيد دخل بالأمس جناح زبيدة ولم يخرج إلى الآن. وما في هذا الأمر، إنها عادة الرشيد. ما الذي حل بأمير المؤمنين؟ لا أدري يا بني، كما ترى أبوك لا يصحو ولا يدري ما يدور حوله. والحكم يجب ألا يبقى دون أمير، أنت ولي العهد وعليك أن تباشر شؤون الحكم. فإذا ما حصل مكروه لأبيك فأنت من يجب أن يكون على سدة الحكم. أعتذر للتدخل يا مولاتي، ولكن الوقت ما زال مبكراً.
فمولاي الرشيد بخير وهو يتنفس. الحكم لا يجب أن يبقى فارغا فينقض عليه من ليس أهلا له. هيا يا بني، هيا اذهب إلى قاعة الحكم فالعرش ينتظرك. ونحن معك يا محمد، امضي. هيا يا بني. لما بالرشيد لأخبرني أو لعرفت من العباس. زبيدة هي من تتكتم على الأمر. بل هو إنه يتلعب بنا. لا لا الرشيد لا. من ببابنا يا ابن الربيع؟ مولاي لا يجوز أن تتقلد هذا الكرسي والرشيد ما زال موجودا. أنا ولي العهد. نعم يا مولاي نعم، أنت ولي العهد، ولكن هذا كرسي الخليفة ولا يجوز لأحد أن يجلس عليه إلا بإذنه. ومن أنت يا بربكي حتى تقرر من يجلس ومن يقوم؟ الرشيد هو من أوعز إلي أن يدير دفة الحكم. إن مولاتي زبيدة تقول إن الرشيد مشغول ولا يريد أن يرى أحدا. هي قالت لك ذلك؟ بل جاريتها ياقوتة يا مولاتي. ها هو الأمين يتربع على كرسي الحكم وأنتم تنصاعون لأمره. الرشيد مريض، بل هو في مرض الموت. ولكنه لم يكن يشكو من شيء، كيف يكون مريضاً؟ كيف؟ إنه يتلاعب بنا وبالجميع. اتبعني يا جعفر. أينشغل الرشيد عني يا ابنة العم؟ هذه أوامره. قولي له أنني أريده لأمر هام. أخبريني بما تريدين وسأخبره. هل تمنعين أخي عني يا ابنة العم؟ إياك أن تتصرفي شيئا دون علم الرشيد. كيف حال الرشيد؟ ما به الرشيد؟ ألم تريه؟ منعتني زبيدة عن رؤيته. منعتك؟ عافاه الله وشفاه من كل مكروه وعاده إلينا سالما.
أستأذنك يا ابنتي. ما الذي يجري يا جعفر؟